نفسيا وعلى أي حال. فهل من الإنصاف أن يلتفتوا هم الغربيون أن يلتفتوا هم إلى دينهم ولو قليلا، ولا نلتفت إلى ديننا ولو قليلا؟ تلك إذن قسمة ضيزى كما تقول الآية الكريمة، وهم يشعرون بشيء من الأهمية لدينهم ولا نشعر بأية أهمية لديننا. هم أعطوا الرجال دينهم، هم أعطوا الرجال الحرية في التصرف، ولا نعطي الرجال في ديننا الحرية في التصرف. هم يقدسون لاحظوا، هم يقدسون رجال دينهم ويخضعون لهم ويطيعونهم في أمور دينهم، ونحن نحتقر رجال ديننا ونعصيهم ونبعدهم عن أمورنا الشخصية والاجتماعية. هل هذا خير؟ مع أن أكثر رجال دينهم عصاة لدينهم، يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير ويسرقون ويمكرون، مع أن الصفة العامة للحوزة الإسلامية الشيعية طبعا ولرجال الدين عندنا هو الإخلاص وقول الحق والتفاني في سبيل الغير ونفع الآخرين دينيا ودنيويا. فأي قياس بين رجال دينهم ورجال ديننا؟ فهم اجتمعوا على باطلهم وتفرقنا عن حقنا. وخطابي هذا ليس لهذه الوجوه الطيبة، إذ لولا شعوركم بالمسؤولية لما حضرتم إلى صلاة الجمعة جزاكم الله خيرا، وإنما الخطاب إلى عامة الناس وكل المجتمع، وخاصة أولئك الذين يعتبرون أكو طبقة معتد بها في المجتمع، يعتبرون أن كأن الكلام ليس معهم، أي كلام الشريعة كلام الله ورسوله ليس معهم، وأنهم غير مشمولين أصلا بتعاليم الدين والعياذ بالله. فإذا قلت له شيئا قال لك تصير براسي متشريع، تريد تستشريع، كأنه يسخر منك. من قام من قبر فشاخ؟ هؤلاء خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.